حياكم أعزائي الطلبة، نرحب بكم في مدارس الإدريس الأهلي لمادة الرياضيات للصف الثاني الابتدائي. اليوم موضوعنا هو الطرح الذهني. فكرة الدرس أطرح باستعمال الحساب الذهني. فقرة أتعلم، يمكنني أن أطرح 36 ناقص 17 دون استعمال القلم. يلا بناتي الحلوات وياي خطوة بخطوة. هسا راح نكتب 36 ناقص 17. 36 ناقص 17، 6 ناقص 7 ما يصير، فش نسوي؟ راح نتداين من جيرانها اللي هي 3، راح ناخذ 1 راح يصير 2، والستة راح يصير 16. ليش؟ لأن قاعدين ناخذ 10 10. أحسنتم. هسا 16 ناقص 7، راح نحسب من وراء 7 لما نوصل 16. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. العفو، أحسنتم. 9 و2 ناقص 1 1. أحسنتم. هسا 36 ناقص 17 يساوي 19. 19. هسه راح ننتقل إلى فقرة أتأكد أجد ناتج الطرح ذهنيا. يلا، النقطة الأولى هي 45 ناقص 18. نفس ما سوينا بالخطوة الأولى نسوي. هسه 5 ناقص 8 ما يصير، فش نسوي؟ راح ناخذ من جيرانها، راح تصير 4 حصير 3، والخمسة راح تصير 15. يلا 15 ناقص 8، راح نحسب من ورا 8 لمن نوصل 15. 9 10 11 12 13 14 15. أحسنتم. 7 و3 ناقص 1 2. النقطة الثانية اللي هي 64 ناقص 39 يساوي 4 ناقص 9 ما يصير. شلون 4 ناقص من عندها 9؟ فراح نتداين من جيرانها، فتصير 5 وال4 شو تصير؟ 14. ليش؟ لأن أخذنا من 16. 14 ناقص 9، راح نحسب من وراء 9 لما نوصل ال14. أحسنتم. راح يصير 5 و5 ناقص 3 يساوي 2. هسا نجي للنقطة 3. النقطة 3 56 ناقص 27 يساوي 6 ناقص 7 ما يصير، فش نسوي؟ راح ناخذ من جيرانها اللي هي 5، راح تصير 4 لأن انطتنا 10، والستة راح تصير 16. أحسنتم. وستة عشر ناقص 7، راح نحسب من ورا 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 6. أحسنتم. 9 و4 ناقص 2 يساوي 2، فستة وخمسون ناقص 27 يساوي 29. النقطة 4 اللي هي 82 ناقص 48 يساوي 2 ناقص 8. آحاد النقص من آحاد ما يصير، فش نسوي؟ راح ناخذ من جيرانها اللي هي 8، راح من أخذنا 10 راح يصير 70. أحسنتم. والثنين 12. هسه راح نحسب من وراء 8. 9 10 11 12 4 بصابعنا شقد؟ أحسنتم. 4 و7 ناقص 4 شقد؟ 3. أحسنتم. هسه 82 ناقص 48 يساوي 34. نجي النقطة الخامسة. النقطة الخامسة نكتبها 33. النقطة الخامسة 33 ناقص 15. همنا الثلاثة ناقص 5 ما يصير، فش نسوي؟ راح نداين من جيرانها
راح يصير 2، والثلاثة راح يصير 13. هسه 13 ناقص 5، فنحسب من وراء الخمسة لما نوصل للثلاثة عشر. 6 7 8 9 10 11 12 13. أحسنتم، 8 و2 ناقص 1 هو 1. هسا نبدي نقطة 6. 39 ناقص 21 يساوي 9 ناقص 1 يصير 8. داينا ما داينا، أحسنتم. 3 ناقص 2 1، أحسنتم. هسه النقطة السادسة شنو؟ 18. الجواب 18. النقطة السابعة، النقطة السابعة هو 48 ناقص 26. 26 يساوي هسه 8 ناقص 6. أحسنتم. 2 و4 ناقص 2 2. أحسنتم. إيش قد صار الناتج؟ أحسنتم. 22. نجي للنقطة 8. النقطة 8 51 ناقص 23 يساوي 1 ناقص 3 ما يصير، فنداين من الخمسة راح يصير 4، والواحد 11 راح يصير، وأحد عشر ناقص 3 راح نحسب من ورا الثلاثة لما نوصل الأحد عشر. 4 5 6 7 8 9 10 11 جيد بصابيعنا، أحسنتم. 8 و4 ناقص 2 2، أحسنتم. صار الناتج 28. والنقطة التاسعة 60. النقطة التاسعة 60 ناقص 48 يساوي 0 ناقص 8 ما يصير، فنداين من جيرانها راح يصير 5 و0 اجت 10، شي يصير 10. أحسنتم. 10 ناقص 8 2، و5 ناقص 4 بالعشرات شقد؟ 1. أحسنتم. صار الناتج 12. أحسنتم. عندنا النقطة العاشرة 72 ناقص 39 يساوي 2 ناقص 9 ما يصير، فش نسوي؟ راح نداين من جيرانها اللي هي 7. 7 راح تصير 6، والاثنان راح يصير 12. ليش؟ لأن احنا أخذنا 10، و12 ناقص 9 كذلك نحسب 9 لما نوصل لل12. أحسنتم. مش قد طلع؟ ممتاز. 3 و6 ناقص 3 يساوي 3. هسه 33. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم، أتمنى لكم حسن المتابعة، وانتظروني في فيديوهات خاصة لمادة الرياضيات للصف الثاني الابتدائي. إلى اللقاء.